المراهقة يعني بداية البلوغ، بحر متلاطم من المشاعر الغريبة اللي هو عمره ما تخيلها ولا عمرها تخيلتها، ومش عارفين يعملوا في نفسهم ايه، وبعدين فجأة بيلاقوا نفسهم بيقابلوا في المجتمع بوجه مختلف. فطبعا الشاب والشابة بيلاقوا نفسهم في حالة صعبة، هو قاعد بيعاني جواه كمية مشاكل غير عادية وصراعات غير عادية ومش حاسس. قليلة الأدب ما بيسمعوش الكلام، ما بيعملوش ماشي، قليلة الأدب ما بيسمعوش الكلام، بس في مشكلة. احنا عندنا مشكلة إن هما مش عارفين يديروا نفسهم، مش عارفين يتعاملوا مع مشاعرهم. أنت ما تقدرش تتجوز إلا ما تعمل فلوس. أجي أعمل فلوس؟ لأ، كمل جامعتك الأول. طب ممكن أتجوز وأكمل جامعتي؟ لأ، أعمل فلوس الأول. طب أكمل أعمل فلوس دلوقتي؟ لأ، كمل جامعتك الأول. فالمجتمع ما بيحترمش إطلاقا دول رجالة، ولا بيحترم دول إناث ناضجات كاملات. وده الواقع.